تتواصل معكم بفقرات صباحات السودانية ولمن يهمه الأمر اليوم عن اليوم العالمي للمستهلك. معنا الدكتور ياسر مرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية. مرحبا بك دكتور ياسر. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي قناة السودانية 24. يديك العافية. تسلم يا رب. 15 مارس من كل عام هو اليوم العالمي لحماية المستهلك عالميا. حنتكلم أكثر في المحور ده واحتفالات السودان به، ولكن ما عايزين نقول نعرف جمعية حماية المستهلك لأنه من الإعلام بتناولها كثير، وإحنا في السودان 24 تعرفنا عليها أكثر وأكثر، لكن عايزين نعرف معرفة المجتمع بجمعية حماية المستهلك والقبول والتعامل معها بداية. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا للاستضافة. يعطيك العافية. والحمد لله الآن المستهلكين بدوا يعني نقول شوية كده يعني يتجاوز مرحلة إنه بدوا يعرفوا فعلا حقوقهم، ونحن دارين تحريض أكتر لحقوقنا، دارين قلع أكتر لحقوقنا. نحن بقروشنا دارين حاجة كويسة. نحن غياب الرغابة الرسمية وغياب أو ضعف الشغل الحكومي في الرغابة بيخلي المستهلك يكون هو خط الدفاع الأول. نحن دارين الناس تعرف إنه جمعية المستهلك في العالم كله ماشت مراحل، نحن لسه هنا متأخرين لأننا لسه بنكاتل عشان نلقى لنا حتة قانون كده نقدر ندافع بيه عن حياتنا أكتر وأكتر. الخطوط الساخنة اللي عملها جمعية حماية المستهلك ومدى يعني تعامل الناس معها. والله دي واحدة من الإشكالات اللي نحن هنطرحها في اليوم العالمي للمستهلك، لأنه أصلاً له علاقة بـ 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 بالاتصالات، بناء مجتمع أو عالم رغمي أفضل يثق فيه المستهلكون. القصة كلها كلام عن الصيغة. نحن عندنا رقم 844 لكن الآن ما مفعل بسبب شركات الاتصالات، لكن لدينا رقم للجنة القومية للمستهلكين 5960 59 60 ده شغال من اي تلفون MTN واي تلفون سوداني. نعم. واي تلفون كنار. نعم. الشركة الرابعة شركة زين قالت دايرة قروش في تلفون بتاع شكاوي. ورغم انه المكالمة اصلا في الشركات دي كلها ما مجان. المكالمة سعر المكالمة العادية. لكن حتى عشان تدينا الخط دايرة قروش. نعم. وكلام كثير حنقول يا رويده. ده كله حيكون في احتفالات باليوم العالمي. اسبوع كامل احنا شغالين، بدينا امبارح والليله عن المسؤوليه الاجتماعيه حنتكلم في المناطق دي، بكره عن الشفافيه وحمايه المستهلك قطاع الاتصالات نموذجا، بعد بكره يوم الاربعاء الاحتفال الرئيسي في برج الاتصالات حيكون عن الحكومه الالكترونيه، ثم احتفال مصغر احتفال خطابي تخاطب الوزيره يخاطب الامين العام او مدير العام للهيئه العامه للاتصالات ثم رئيس جمعيه المستهلك. من حق المواطن يعرف اي حاجه يعرف الاحتفالات دي تماماً. لكن احنا عشان نتكلم عن جمعيه حمايه المستهلك السودانيه عايزين نعرف موقعنا من المنظمه العالميه لحمايه المستهلك. الحمد لله انه يعني السودان واحد من 13 منظمه في مجلس المنظمه العالميه للمستهلك. جميل. المنظمه العالميه بتدينا 13 شخص او كيان اعتباري، كله كيان اعتباري بيجيب زي ممثل. انا ممثل لجمعيه السودانيه للمستهلك بانتخابات، أنا واحد من 13 في العالم بيديروا منظمة عالمية للمستهلك. جميل ما شاء الله. لكن زامر الحي لا يطرب. أنا سعيد إنه أنا بطرب في القنوات الفضائية ومبسوط من حكايتي جدا. ما ضروري الجهات الرسمية تكون مبسوطة مني ولا كده، لكن أنا بقلع حق المستهلكين وبحرشهم، بحرضهم يشيلوا حقهم، لأنه بأموالنا دارين حقوقنا لا أكثر لا أقل. نعم. اللي بيشحد ما بيختار. بيجرز آر نوت تشوزرز. لكن اللي بيدفع قروشه يختار الحياة الدائرة. نعم. بمحبة الكلام ده ما بمحبة. أنا ديت قروش دار حاجة كويسة. صحيح. رغم موقعك دكتور ياسر في المنظمة العالمية ووجود السودان عالمية في المنظمة دي، ماذا ينقص جمعية حماية المستهلك في السودان هنا؟ والفائدة من إنها تكون المنظمة أنت موجود عالمية في منظمة حماية المستهلك العالمية؟ بينقصنا نظرية المؤامرة، حكاية إنه أي حاجة نقولها معناها في زول غادي مقصود بها أو كده. لا. نحن غايتنا حماية المستهلك، يدنا بيضاء لأي زول داير خير للمستهلكين. وبنقلع حقنا، بنعلم الناس حي يوم حنقلع حقنا قلع. احنا اسبه محبه بنتكلم ودايرين نطالب به. احنا سعيدين جدا انه السودان الان بسبب دخوله لاول مره يخش دوله عربيه المجلس، ولاول مره يخش دوله اسلاميه المجلس بسببه. بقت الان المطبوعات تجينا باللغه العربيه، دي مطبوعات منظمه الدوليه للمستهلك. شنو ليه مهمه بالنسبه لك؟ بالعربي. زمان كان كله انجليزي. نعم صحيح. وفرنسي وبرتغالي، دي اللغات المعتمده. وضيفت اللغه العربيه كلغه رابعه. ده دليل اخر دليل طلعت من المستهلك. كيف تختار عربيتك؟ كيف تختار عربيه امنه؟ وهل العربات عندنا دي في ازدواجيات معايير هناك وهنا؟ يا هذا كيف تختار؟
الكتب دي كلها موجوده في مقر الجمعيه في شارع بيت خاتم مقابل مستشفى الشيخ محطه البلابل. ازل هناك يزول بيصل بيلقى كيف تختار عربيه فيها ايرباك كويسه، نعم، الحزام الهوائي ده ونظام التثبت ونظام الكبح الذاتي. انا يا رويده في البرازيل في محل الانتخابات دي عملنا حمله اسمها ستوب ذا كراش، انه سنه 2020 اي عربيه تكون من غير حوادث. نعم. سكت عربيه يعني ما شفتها، سكتها سكت عربيه بسرعه 20 قدامك حيطه العربيه بتجيب براها. نعم. براها بتجيب براها. نظام كبح ذاتي. نعم. الان عربيات كلها موجوده الان، و2020 حيكون في كل العالم. نحن نتمنى انه نكون زيهم. نحن الان عرباتنا الموجوده عندنا ما زي العربات حقت الملتي على الشركات معدد الجنسيات. الشركات معدد الجنسيات بتنتج عربات لاوروبا مختلفه عن عرباتنا وهكذا. يعني اليوم العالمي ده كل سنه الناس بيختاروا شعار وبيشتغلوا فيه سنه كامله. صحيح. 2020 نحن دايرين حمله عالميه اسمها ستوب ذا كراش، اوقف الحوادث. سنه 2020 ثاني ما في حادث حركه. والان بدا عندنا الحمد لله الان السين في السودان، حكي السودان بصدر السفريه الان قبل شهر ركبوا لها نظام التتبع الالي. جميل. بسرعه 80 و90 ركبت باص قبل 3 يوم مشيت القضارب عملت ندوه، الباص ماشي بسرعه 80 وصلنا القضارب في 6 ساعات ونص لكن بمحبه مرتاحين الله. والحمد لله في 6 ساعات ونص وصلنا القضارب لكن مرتاحين. الباص ماشي بسرعه 80 و90 لانه شوارعنا كعبه، لانه شوارعنا ما مناسبه وما شوارع طرق سريعه اصلا ما نغش نفسنا. بالتالي احنا محتاجين لاننا المستهلك ده بقروشه ياخذ حاجه نظيفه. نعم. انا داير اطمن على انه المستهلك والمواطن يعني عنده نقدر نقول مشاركه قويه جدا مع جمعيه حمايه المستهلك السودانيه، وواقفين معاكم مع اعضاء الجمعيه. نعم. ونحن ناس سعيدين اصلا، نحن مجتمع مدني. نحن مجتمع مدني، نحن ما حكومه. ما حكومه نحن، لكن نحن زراع شعبي للحكومه، ونحن عين للحكومه، شاء من شاء وابى من ابى، نحن عين ليها. نحن الان في الحملات اللي بنمشي فيها دي كل الحكوميين بيصمتوا، لكن نحن بنخاطب الوسائط في نهاية دايرين الفائده، نحن بنخاطب الوسائط بنخاطب الميديا انه نحن لقينا مصنع عشوائي في الحته الفلانيه. لقينا مصنع عشوائي في الحته الفلانيه بيطلع لنا كريم مكتوب عليه داكس ميد ان يو اس اي وهو مصنوع هنا في بيت في اللاماب. لقينا مصنع عشوائي بينتج لنا حلاوه في مصنع حلاوه بقره مكتوب فيها صنعه في بولندا وهي مصنوعه في مبده وهكذا. احنا في النهايه عايزين نحقق الحمايه وعايزين نساعد السلطان حتى في انه نحمي حقوقنا ودارين بقروشنا. نعم. حقوقنا وبس. نعم. الشعار كل عام عنوان الشعار. نعم. 2017 من اجل عالم رقمي افضل يثق فيه المستهلكين. حقيقه احنا بقينا موجودين في العالم الافتراضي والعالم الرقمي وداخلين فيه. نعم. وعايشين فيه تماما. نعم. دائما الناس بيقولوا انه هو سلاح ذو حدين وعنده مشكلات كثيره جدا، وكمان الناس داخلينه من غير اسلحه حتى ما يعرفوا وما يثقوا فيه اكثر. نعم. كلمنا اكثر عن الشعار ده. طيب. وعن تحقيقه من قبل جمعيه حمايه المستهلك السودانيه في السودان. طيب كويس جدا. المنظمه الدوليه للمستهلك عملت لها شريط من دقيقه ونص باكثر من 6 لغات عالميه من بين اللغه العربيه. الشريط ده بيتكلم عن الثقه. نحن ممكن يعني كيف انت ممكن تقول لزول انا بكرهك، انا بحبك، انا كده تعبر، لكن انا اثق فيك دي عباره كبيره جدا. انا اثق في المنتج اللي بتطلعه دي عباره كبيره جدا. انا اثق في ان انا سلمتك معلوماتي كلها. اسمك منو، اسم امك منو، اسم زوجتك منو، رقمك السري كم، عشان ادوب بطاقه بتاع الصراف اهلي او عشان ادوب بطاقه بتاع سيم كارد للتليفون، شريحه للتليفون. احنا دارين الصيغه دي نبنيها. طيب احنا ناخذ نموذج جاي. عندنا فيديو عن النموذج الثقه ونرجع نتواصل معك فيما يخص جمعيه حمايه المستهلك السوداني. نشاهد ذكريات البيانات الهويه الموجوده عبر يعني كل الحياه المستهلكات الالكترونيه وكيفيه الوصول للحمايه والامان من قبل الشركات. ده فيديو عالمي انتجته. نعم. المنظمه الدوليه. نعم. انتجته بعده لغات، كل الناس بلغتهم، حاجه سهله جدا جدا، دقيقه و40 ثانيه كل الفيديو ده. لكن ده لكنه المنظمه الدوليه اختارت 6 من الخبراء 13 دول يمشوا في برلين يوم 15 لقمه ال20 دول ال20 عشان يتناضلوا لنا من اجل عالم رقمي افضل يثق في المستهلكين. انا عايز اقول لك انه الحركه حقت المستهلك دي حركه عالميه، يعني ما حاجه كده بس عندنا هنا في السودان ولا في الدول العربيه، لا حركه عالميه. الان المستهلك بيغلى حقه بوزن الدواء. الان منظمه صغيره في هولندا اشتكت شركه ايفون كسبت 6 مليون يورو لصالح المنظمه لانه في واحد من التطبيقات فيه تسرب بتاع معلومات. شركه ايفون اللي نحن هسه نروح فينا لما نكون شايف جهاز ايفون زي ده يطير. صحيح. وكده فده بقول لك انه العالم برا
المنظمة الدولية عقشت في شكوى مع جوجل وجابوا لنا في هونغ كونغ، سمعناه كلنا في المجلس في هونغ كونغ، استجوبناه من جوجل ده انه في بعض الابلكيشن بتسرب عربه معلوماتي بتمشي لحته ثانيه بتجيني فايرال، بسموه الترويج الفيروسي، والنايف بتجيني رسائل حقت اقتحاميه في الايميل حقي وهكذا. احنا عملنا دليل برضو كل اللغات افضل 10 طرق للحفاظ على الامان كمستهلك عبر الانترنت. عملناه في اللغه العربيه وعملناه بشكل مبسط ووزعناه، عملنا من 10,000 نسخه هنوزع على السفطيل الاسبوع حقنا ده. اي زول حنوريه كيف يكون في امان. 10 خطوات عملها، مش تقلق اي شبكه طاشه واي فاي تخش فيها طوال تخش والله البيت ده فيه واي فاي قوي تلقى الناس كلهم قاعدين برا وشغالين. لا ابدا. نعم دكتور ياسر، يعني عنوان كبير جدا من اجل عالم رقمي افضل يثق فيه المستهلكين، وتطور كبير جدا في التكنولوجيا لدرجه انه المنظمه الدوليه تنتج هذا الفيديو. نعم. وتعمل مع كل المنظمات الدوليه في حمايه المستهلك من قبل، لكن احنا عايزين نتكلم عن المواطن البسيط. نعم. اللي ممكن ما يكون عارف باليوم العالمي. نعم. وعايزين نصلوا الوسائل اللي انتم ممكن يعني تستخدموها هنا في جمعيه حمايه المستهلك السودانيه عشان تصلوا المواطن البسيط عشان يحمي نفسه. استناره توعيه، استنارة طبيعية وتعلم مهارات. كلمة المستهلك دي من 8 حروف. الأربع حروف الأولى ألمس، والأربع حروف الثانية تهلك، دي كلمة المستهلك. أي حاجة عايز تشتريها يا رويدة ألمسيها. نعم. أحكم فيها حواسك الخمسة. ما تكون منفوخة أو مبعوجة أو منفسة أو فيها ريحة أو ما عجباكي كده، عشان ما تهلك. ألمس عشان ما تهلك، ده مهارة بسيطة جدا حقت المستهلك. نعم. ألمس عشان ما تهلك، نحن بنقول البسيط ده مسؤولية الحكومة. نعم. تديه قوانين، تديه تشريعات، تخليه عقوبات رادعة عشان ما يحصل لنا الفوضى الحصري. نعم. الآن حتى الدواء عندنا مغشوش يا رويدة. ليه؟ لأنه من أمن العقاب أساء الأدب. نحن دايرين قانون، أدونا قانون ونحن أزلونا الباقي. من غير المعقول إنه نكون نحن في العالم مميزين وفي بلدنا مضطهدين. مضطهدين، الملتقى حقنا موقوف، الطبيعة حقتنا موقوفة، نعمل وهكذا. لمصلحات منه نحن ما عارفين، لكن بيجي اليوم اللي نحن بنطالب بشكل مختلف بحقنا، لانه احنا بندفع قروش. اللي بيشحد ما بيختار، لكن اللي بيدفع قروش يختار. طيب لو في مفروض يحصل تضامن مع الجهات المسؤوله في الموضوع ده، خصوصا عشان تصل للمواطن البسيط. احنا عايزين نركز في موضوع العالم الرقمي والتكنولوجيا. نعم. وافضل 10 طرق للحفاظ على الامان كمستهلك عبر الانترنت. يا ريت ناخذ منهم كده حياه نماذج بسيطه وكيفيه الحمايه منهم دكتور. طيب كويس جدا. بنقول انه نستخدم كلمة مرور كل مرة، الباسورد كلمة مرور تكون مختلفة مبدعة. يعني مثلا يكون كلمة مرور حقتك في الإيميل حقك رويدة بالعربي. دي مختلفة، ما في زول بيقدر يفكر فيها ولا يخترقها. ولازم تستعمل فيها رمز وحرف وأرقام شاولة ونقطة وكده. تكون مميزة كل مرة تستخدميها، تكون قوية. توخى الحذر من استخدام أي واي فاي. نعم. خشيت محل فيه واي فاي، افتح الواي فاي ادي الزول لسيد المحل يدخله هو، ما تدخله انت. الحفاظ على السريه وكده. ما تنخدع باي رساله بريد الكترونيه، يقول لها وسائل تحمي روحك. بعدين ما تشيل اي حاجه في وسائل التواصل الاجتماعي تنقلها طوالي عشان هي يعني. نحن اصلا الان عندنا مبادره مع الناس اللي قايدينها اللي هي متاكد من المصدر ونثق فيها. ايقاف الاشاعه في ساعه. نعم. ايقاف الاشاعه في ساعه. نعم. عشان ما تنقل اي حاجه في نعم. واستفيد كمان من السكيورتي اللي بتدق له وناس العلاجات الامنيه بتدق لها شركات الاتصالات وهكذا. نعم. نحن الان شركات الاتصالات هي الحاكمانا. نحن دايرين نحكمها كمستهلكين، لكن نعم. حاكمانا، حاكم الاعلام وحاكم الصحافه وحاكم الناس، وما يدوكم فرصه تقول كلام زي ده، لكن نقدر نقول نحن لما تستضيفونا بيسترقى كده، لكن هي حاكمانا. نعم. شركات الاتصالات. يعني. نمشي سريعا على افضل 10 طرق الحفاظ، وتكلمنا عن جزء منها والحفاظ على حداثه البرامج ايضا. نعم، حسب برامج وتثبيت مكافحة الفيروسات ومكافحة الانترنت سيكوريتي التجسس في الناي. دي مهم جدا جدا. نحن رويدة نحن ما لم نعمل القصة دي نحن ما في أمان. كل يوم زول سارقين إيميله ورسلوا لنا والله رويدة مقطوعة في إسبانيا دائرة 2000 دولار تقرا عليها هلا وهكذا. نعم تحصل مشاكل كثيرة جدا. احنا عايزين نتذكر بالاحتفالات باليوم العالمي لحماية المستهلك والزمن وطريقة أول برامج المصاحبة له، عشان ما يكون في توعية للمواطن أكثر من خلال مجيئه إليكم للبرامج. إن شاء الله الليلة الساعة 11 في قاعة طيبة بريس شغالين عن المسؤولية الاجتماعية. بكرة الساعة 11 في طيبة بريس تقاطع المك نمر مع زبير باشا عمارة الخطوط البحرية الطابق الأول. بكرة شغالين عن الشفافية وحماية المستهلك قطاع الاتصالات نموذجا. نعم. يوم الأربعاء في برج الاتصالات شغالين عن الحكومة الإلكترونية ثم احتفال خطابي. جميل. نقول حماية المستهلك مسؤولية الجميع. نقول أموالنا حقوقنا. نقول
غوطنا من بيوتنا في ظل ضعف الرغابة اليومين دي على المطاعم. جميل في الشوارع دي غوطنا من بيوتنا. تجي رويدة الاستوديو شايلة معاه سندويش من البيت. جميل غوطنا من بيوتنا. تجنبوا أكل الشوارع. إن شاء الله دكتور ياسر يعني الحديث يطول في المواضيع دي إن شاء الله. ودائما كل سنة وكل برامج شرحنا معاكم في جمعية حماية المستهلك السودانية ومعكم من الشعرة تبت اللقامين المنظمة الدولية. شكرا دكتور ياسر مرغن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية. شكرا جزيلا وأنا شاكر للاستضافة وحماية المستهلك مسؤولية الجميع. مسؤولية الجميع ما نحن برانا كلكم مسؤولين بإذن الله تعالى. ومن أجل عالم رقمي أفضل لتخفيه المستهلكين ده شعار السنة دي يا ريت كل الناس تقف عليهم. شكرا لكم نتابع فقرة صباح السودانية كونوا معنا.